عزيزي مشاهد قناة الطريق، النهاردة أنا بسلم وبصبح وبمسي وبقول لك أخبارك. إحنا بنصلي عشانكم، إحنا بنحبكم جدا، وإحنا بنطلب الرب أن يبارككم بركة خاصة. النهاردة إحنا بنتكلم في لسه بنتكلم في ثمار الروح القدس، وأول ثمرة من ثمار الروح القدس بنتكلم فيها، بنتكلم في المحبة، ثمار المحبة، ثمرة المحبة. ودي أعظم ثمرة موجودة، لأن هي الله بذاته، لأن الله محبة. بنتكلم النهاردة عن أنواع المحبة، وفي أربع أنواع للمحبة الحقيقة. اتكلمنا عن ثلاثة منهم، والنهاردة نتكلم عن الرابعة. المحبة الأولى، النوع الأولاني اسمه ستورج. كلمة محبة على فكرة أو حب في الإنجليزي أو في العربي ليها معنى واحد، لكن في اللغة الأصلية اليوناني ليها معاني كتير جدا، ليها أربع معاني مختلفة. لكن لما بتيجي بتتكلم عن المحبة في العربي، لما تيجي تقول لواحدة أنا بحبك مثلا، غير لما بتقول لمراتك أنا بحبك، غير لما بتقول لأولادك أنا بحبك، غير لما بتقول لأعدائك أنا بحبك. ففي أنواع كتير من المحبة، لكن في اللغة العربي مش بتفسر إيه أنواع المحبة الموجودة، لكن بنستعمل كلمة واحدة، بنستعمل كلمة واحدة بالظبط، اللي هي محبة، غير اللغة اليونانية بنستخدم أربع كلمات، وكل كلمة لها مدلول مختلف، يعني كل كلمة عن المحبة لها مدلول مختلف عن الثانية بالظبط، أو نوع المحبة عن التاني. ده اللي هنتكلم فيه بعد ما تقرأ لنا الكتاب المقدس. أوكي. ونصلي. أمين. القراية النهاردة بتاعتنا أعزائنا المشاهدين من رسالة كورنثس الأولى 13، وهنبتدي من عدد واحد. وده طبعا أول ما بنقول كورنثس الأولى 13 بنعرف إن ده أصحاح المحبة، بيتكلم عن المحبة. ربنا يساعدنا كلنا إن احنا نثبت في المحبة. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجاً يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئاً. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئاً. صفات المحبة: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، اللي عنده محبة ما عندوش حسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء. المحبة تحتمل كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، المحبة لا تسقط أبدا. خلينا نصلي. تفضل. أيها الإله المحب، أيها المحبة المتجسدة، بنأتي إليك في هذا الوقت، بنطلبك أن تتجسد في داخلنا وأن تعطينا النفس المحبة، لأنك أنت الذي قلت لنا حبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. أعطنا تلك المحبة يا رب، أغمض أعيننا عن كل كراهية وحقد وضيق من الآخرين، أعطينا أن ننفتح على المحبة، لأن المحبة هي كل شيء، كل شيء. يا ربنا يسوع، نحن لا نبحث عن الحق، لأن من يبحث عن الحق يفقد المحبة، لكن من يبحث عن المحبة يجد الحق أيضا. كلمنا النهاردة، باركنا النهاردة، سير بوجهك أمامنا، املأنا بروحك القدوس لكي نأخذ ونتمتع بتلك الثمرة
ثمرة المحبة. محبة، فرح، سلام. بارك أمتك يا ربنا الأخت أليس، وأعطينا أن نتكلم معا بالروح، أعطينا أن نعطي إجابات لكل الأسئلة التي يسألونها كل أحبائنا المشاهدين والمشاهدات. في اسم الرب يسوع والحساب الدم، المس كل شخص بيشاهد القناة في هذا الوقت الآن يا رب. في طلبات وفي صلوات كثيرة قد رفعت إليك وقد سمعتها يا رب، أنا من فضلك أعطي الإجابات السريعة. نحن ننتظر استجابات سريعة يا سيد على حياتنا، على أولادنا، على أوطاننا، على رؤسائنا، على بلادنا، من فضلك أيها القدوس لمجد اسمك يا رب نتلامس مع كل شخص يرفع صوته ويصرخ إليك أو ترفع صوتها وتصرخ إليك. استجيب بالنعم والبركات أيها القدوس البار في اسم الرب يسوع. بارك هذه الحلقة يا ربنا، مباركا قناة الطريق وعبيدك القائمين عليها، عبدك المخرج يا ربنا جون، باركه من فضلك لأجل اسم الرب يسوع. حط إيدك علينا وعلى أسرنا، أولادنا وبناتنا، أحفادنا وحفيداتنا وكل من لنا يا رب في اسم الرب يسوع. ولك كل الكرامة ولك كل المجد في اسم المسيح، آمين. هنتكلم النهاردة على أنواع المحبة زي ما احنا قلنا واتكلمنا عليها قبل كده. اتكلمنا في نوع، احنا ما كناش، انا عارف ان في 4 انواع من المحبه، قعدت ادور لغايه لما لقيت النوع الرابع. نشكر ربنا، نحب نسمع طبعا. اسمه النوع الرابع باللغه اليوناني اسمه ستورج او ستورج، احيانا بتتكتب STORGE واحيانا من غير الاي، فاحيانا بتتنطق ستورج او ستورج. وستورج دي محبة العائلية، محبة الأم لأولادها، محبة الأب لأبنائه، محبة الإخوة البعض، إخوة في الجسد يعني، محبة الأخوات، محبة العيلة، محبة العيلة، أفراد العيلة بيحبوا بعض. دي المحبة ستورج. الاصطلاح ده اسمه ستورج أو ستورج، ده بتبقى المحبة العائلية. ده أول نوع من المحبة، وده شيء طبيعي. الأم لما بتولد الأطفال بتحب الأطفال، بتحب أطفالها على طول، والأب بيحب أطفاله، وبيعلموا الأولاد بعد كده إزاي يحبوا بعض. مهم جدا إن الأب والأم ما يفرقوش بين الأولاد وبين معاملة الأولاد علشان الأولاد يحبوا بعض، لأن أحيانا الأب بيفضل البنت عن الولد أو الولد عن البنت وبيودي محبة، فبيعمل فرق بكرة وبعده في الأولاد إنهم ما يحبوش بعض قوي، بيكون في بسبب الفارق في المعاملة. فأرجوك أيها الآب، أرجوك أيتها الأم، لا تفرقوا بين محبة أولادكم، دي مهمة جدا جدا في علاقتنا مع أولادنا، عشان يطلعوا أولادنا وبناتنا يطلعوا أسوياء في المجتمع. فدي نقطة مهمة. النقطة المحبة اللي بعديها على طول اللي هي الإيروس، ودي محبة العشق والغرام والمحبة الجنسية الشهوانية، دي الموجودة في العالم الحقيقة دلوقتي. البوي فريندز والجيرل فريند بتفكر ان الولد يتجوز، يقول لك لا انا مش عايز اتجوز، ليه ارتبط؟ ما لو مش عجباني او هو مش عاجبني انا بغيره واجيب واحد تاني او اجيب واحدة تانية. ده الإيروس، محبة الإيروس، ودي بتيجي فيها محبة الإيجو. الإيجو المحبة الشخص النفسية، بيبقى بحب نفسي، الإيجو بحب ذاتي، أنا عايز أحقق نفسي، عايز أحقق رغباتي، أنا عايز أكون أنا. فدي دي من أوحش أنواع المحبة الموجودة، لأنها محبة تهد الآخر على مصلحتي أنا الشخصية. أنا
بعمل اللي أنا عايزه على حساب الآخرين، دوافع غير مقدسة. وعلى فكرة في للأسف بتبقى حاجات زي كده موجودة في داخل المجتمعات المسيحية، موجودة. أنا عايز أطلع على حس فلان، أو أنا فبهد الشخص اللي قدامي علشان أنا أحس بنفسي أنا اللي بطلع على أنقاض الآخرين. دي الإيروس، محبة الإيروس فيها محبة الإيجو، أنا بحب نفسي. لكن الرب ما علمناش الفيليا، الحب الحب اللي بعديه الحب الفيليا. أنا حبيت بس أركز على دي أكتر لأنه دي عايشين فيها أو حوالينا موجودة. المحبة اللي أكتر تصاعدا وأنضف شوية وأحسن محبة الفيليو. الفيليو، محبة الفيليو اللي هي محبة الصداقة والمودة الأخوية، حيث يعطي الإنسان المحبة لصديقه والآخر يتقبل منه المحبة ويبادله المحبة بمحبة. هنا بتكون أنا بحب اللي بيحبني ومش بحب اللي بيكرهني. دي المحبة الإنسانية البشرية الموجودة أيضا. بنحب أصدقائنا اللي بيحبونا، وتلاقي كنيسة فيها مجموعات. تحب الكازنز بتوعك في برضو مجموعات، لكن احنا عايزين المحبة الحلوة النوع الرابع والأهم والأمجد اللي هي الأجابي. بس عايز أقول في محبة الفيليو فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات بتاعتها إن الأفراد بيحبوا بعض، حب متبادل. أنا بحب الطرف الآخر والطرف الآخر بيحبني، أنا بتنازل وبقدم خدمات وحاجات للطرف الآخر وبرضه بقبل منه، غير حب الإيروس. الإيروس حب نفعي، من طرف واحد بس. أنا بحب عشان آخد واستفيد وآخد واستفيد. لكن الإيجابيات اللي في حب الفيليو إن حب متبادل، حب عطاء، أنا بدي للآخر والآخر بيديني. بس في سلبيات كمان. السلبيات بتاعته إن الحب ده حب عاطفي، والعاطفة بتفوق على العقل. يعني المحبة بيبقى العاطفة هي الطاغية، هي اللي بتسود. العقل مش بنستعمله كتير. فحتى ده زي حب مثلا الطرفين في سن المراهقة، بيحبها قوي قوي وما بيفكرش بالعقل بتاعه هل دي مناسبة. ولو استمر الحب ده واستمر الزواج ده كويس، في بعض الأحيان بيفشل، لأنه هو بيحب بالعاطفة، وعاطفة جارفة وبحبها من كل قلبي ومش بفكر بعقلي، مش بستخدم العقل فيها خالص. هل الشخص ده مناسب ليا في الناحية الاجتماعية؟ مناسب ليا؟ هل مناسب ليا في تعليمي؟ هل في مستوى التعليم؟ هل مناسب ليا في إيماني، في أفكاري؟ أنا بحبها قوي البنت دي، أو أنا بحب الشخص ده قوي قوي، لكن هل هو زي في الفكر بتاعي، في الإيماني بالمسيح مثلا؟ يعني مش بفكر بالعقل، بفكر بالعاطفة. فمعظم الأحيان علماء النفس بيقولوا معظم الأحيان الزواج اللي هو بالفيليو بيفشل، لأن هو حب العاطفة يعني بتغلب عن إيه؟ تتغلب عن العقل. تفضل. عشان كده زي ما بيقولوا مراية الحب عمية، لكن بعد شوية بتكتشف عيوبها أو بتكتشف عيوبي، مش مناسب ليا الشخص ده، أو مش بالظبط. عشان كده نسبة الطلاق كبيرة جدا 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 جدا. وبعد كده تيجي تكلم الولد أو تكلم البنت، تقول لي أنا اتجوزت أصلي وأنا صغيرة 16-17 سنة. اكتشفت بعدين كده. اكتشفت بعدين. أحيانا كتير جدا جدا الأب والأم بيغصبوا الولد إن يتجوز البنت دي. دي كمان مشكلة. دي مشكلة. لكن أرجو مجتمعاتنا نتحرر شوية من الفكر العائلي إن الابن يتجوز بنت عمه أو تتجوز ابن عمها، حتى بتكون النتيجة في النسل بيبقى أحيانا بيصاب بنوع من الأمراض، مش بيطلع نسل سليم يعني.
جواز الأقارب. anyway لكن احنا أهم حاجة عندنا النهاردة هنتكلم عنه الأجابي. وعلى فكرة الرب يسوع لما كان بيتكلم مع بطرس في إنجيل يوحنا أصحاح 17 على بحر الجليل، لما كان بيتكلم وبيقول له أتحبني يا بطرس، الرب سأله أتحبني؟ المحبة بتاعتي الأجابي يا بطرس. بطرس رد عليه بالإجابة اللي هي الفيليو، المحبة العاطفية، المحبة العاطفية. سأله الرب يسوع مرة تانية وقال له أتحبني؟ أجاباس، أجاباس باليوناني يعني أتحبني. فرد عليه برضو بطرس بالمحبة العاطفية، لكن الرب قال له مرة ثالثة، ما قالوش أتحبني أجاباس، لكن قال له أتحبني فيليو، المحبة العاطفية. حتى المحبة العاطفية بطرس فشل فيها لأنه أنكر السيد، فحزن بطرس. فنقدر نقول إن الحب أجابي أو أجابي هو الحب الإلهي، الحب الحقيقي، الحب المسيحي، ومنبع الله، لأن الله محبة، الله محبة. الحب ده هو الله وعند الله، وكان موجود كمان في آدم وحواء قبل السقوط، قبل الخطية، كان عندهم المحبة الحقيقية، المحبة المسيحية. لكن لما دخلت الخطية وغلطهم وأخطأهم اتغيرت الدنيا، اتغيرت الحكاية. لكن أعزائنا المشاهدين، بنتمنى كل واحد فعلا يكون في قلبه الحب الحقيقي، الحب المسيحي. الحب المسيحي مش ممكن نكتسبه بذواتنا لما احنا مجرد يبقى عندي الأجابي، أتولد بالأجابي. لكن لما بيتولد الرب يسوع في قلوبنا وفي حياتنا، بتبقى محبتنا محبة أجابي، أجابي فيها محبة. المحبة هنشوف معنا الأجابي إيه. وأغلبنا في الكنيسة عندنا الأجابي، ودي كلمة حلوة جدا جدا، اصطلاح مهم قوي قوي، أجابي. الاصطلاح ده بيعلمنا إنه ده الله فعلا، وبنشوف كل الصفات دي موجودة. البذل الأجابي والتضحية. نعم، البذل وتضحية، فيها تضحية وفيها بذل، وحتى فيها محبة الأعداء. مش ممكن تحب عدوك، دايما تبغض عدوك. وعلى فكرة المحبة دي كانت الله بيطلبها من العهد القديم، بيقولوا كده تحب قريبك. أول حاجة تحب الله من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك ومن كل عقلك، وقريبك كنفسك، قريبك. والقريب مين هو القريب؟ القريب هو الإنسان، أي إنسان بتقابل معاه ده قريبي، أتعامل معاه بنفس المحبة، بنفس المحبة الأجابي. لكن فشلوا في الأجابي لأنه الله ما كانش بيسكن في الناس بالروح القدس. فنلاقي أنه بعض الأنبياء كانوا بيتغاظوا جدا جدا وبيلعنوا الناس، لكن في العهد الجديد لما التلاميذ أخذوا والرسل أخذوا الرب في قلوبهم وأخذوا الرب في حياتهم، حتى الأعداء أحبوهم وكانوا بيصلوا لأجل الملوك اللي بيضطهدونا. والرب طلب مننا كده، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدون. إزاي بقى؟ إزاي أصلي للي بيسيء إلي وعارف أنه بيسيء إلي وعارف أنه عايز يهدمني أو عارف أنه عايز تحرقني وعايز تهدمني؟ إزاي أنا أصلي عشانها؟ هي دي هنا الفرق، الأجابي. أصلي عشانها أو أصلي عشانه؟ أصلي عشان رئيس الجمهورية اللي بيكره المسيحيين مثلا، أصلي عشانه أن ربنا يديله نعمة ويديله حكمة ويديله محبة، يعلمه المحبة. فدي نقطة مهمة جدا جدا، لأن الله
هو اللي بيعطينا المحبة. محبة الأم لأطفالها دي من محبة من الله، بيعلمنا إياها الرب نفسه، أخذناها كما كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. الأم بتشجع بتعزي الابن الفاشل التعبان، بيروح لأمه، أمه بتقول له حبيبي معلش المرة الجاية هتنجح، اعمل حسابك، شد حيلك، ذاكر كويس، اعمل كده، وبتحاول الأم تدفعه وتنصحه تعزيه تشجعه حتى لو سقط وقع، قوم معلش نظف هدومك، قوم كمل المشي انت لسه كويس، ما تخافش الطريق قدامك. ليه دايما الأم بتشجع؟ الأم بتشوف ان ابنها احسن طفل في العالم، احسن اذكى واحد في العالم، فعشان كده بتشجعه، وده نتيجة المحبة، عشان هي بتحبه فبتشجعه، هي بتحبه زي ما حضرتك قلت، حتى لو بيقع حتى لو بيسقط تشجع، فبالطريقة دي الطفل مش بيفشل. في كام عالم من العلماء مش فاكر مين بالظبط، المدرسة كتبت جواب للأم إن ابنك مينفعش يكون في الفصل ده، مينفعش يكون في، لازم يكون في فصل المتخلفين، ابنك متخلف. إديسون اللي هو عمل الكهرباء، إديسون اللي عمل النور، اللي اخترع الكهرباء. كمل لنا الحكاية. فالأم خبت الجواب ده، ما وردتش الجواب ده للأم، هم المدرسة ادت الجواب ده في ايد الولد يديه لأمه. فالولد بيسأل أمه الجواب ده عبارة عن ايه يا ماما؟ بتقول له الأم المدرسة بتمدح فيك، انت انسان عبقري جدا وانت عظيم جدا، وانت تكون في يوم من الايام شخص عظيم وناجح. الولد يروح المدرسة ويرجع، المدرسة شكلها مش مبسوط، تدي للأم جواب تاني، تدي للولد جواب برضو، الأم تخبي الجواب. وفي يوم من الأيام الولد ده انتصر على المدرسة اللي دايما كانت بتهده، انت مش هتنفع، انت مش كويس، انت، لكن بتشجيع الأم الولد ده أصبح في يوم من الأيام إيه؟ إديسون المخترع الكهرباء. يعني بتشجيع الأم. أيتها الأمهات، شجعنا أولادكن باستمرار إنهم يمشوا في الطريق المظبوط، وفي طريق النجاح، وفي طريق الحياة، وفي طريق المحبة، وفي طريق الحق. ما ننساش الكلام ده أبداً، إنه الله دايماً بيعطينا روح التشجيع، يشجعنا باستمرار. هو كإنسان تعزي أمه هكذا أعزيكم أنا، بيشجعنا الرب لما بنسقط وبنقع، ما بيفرحش فينا لكن دايما بيشجعنا. هنشوف كمان شوية. أنا كنت عايزة أكمل حتة قبل ما نخش على الموضوع التاني. كنت بقول المحبة بنشوفها في المسيح لما أحبنا وأنكر نفسه ومات موت الصليب من أجلنا، وصل للصليب. المحبة كمان شفناها في الأم، محبة الأم، ودي محبة طبيعية، الأم بتحب ابنها محبة طبيعية من قلبها وبشدة، يعني ممكن الأم بتضحي، ممكن تموت من أجل أولادها، المحبة بتاعتها توصل لمحبة الموت من أجل أولادها. كمان في محبة من المؤمن الحقيقي، المؤمن الروحي اللي هو عايش بالروح، برضو في محبة يخدم إخواته ويساعد إخواته ويضحي من أجل إخواته، برضو دي المحبة، مش المؤمن الجسدي، المؤمن اللي الله انسكب في قلبه بالروح القدس، المحبة اللي انسكبت في قلبه بالروح القدس يقدر يحب الآخرين. فالمحبة بنشوفها محبة المسيح ومحبة الأم ومحبة الشخص المؤمن لإخواته. نشوف إبراهيم صدق وعد ربنا لما الله قال له هدي لك ولد، إبراهيم من محبته لربنا صدق وعد ربنا وعاش منتظر الوعد ده سنة اتنين تلاتة، وشاخ وكبر وصار خلاص ما عادش ينفع انها تخلف، لكن محبة إبراهيم لله
صدق وعد، صدق الوعد اللي 20 الله 20 سنة وعد بيه، صدق الوعد اللي الله وعده بيه 20 سنة انتظر وعد الرب إن يكون لي نسل، لدرجة إن هاجر قالت له ادخل، آسف سارة قالت له الرب اتأخر يمكن ما يقصدش إن أنا لا أكون حامل، أنا كبرت خلاص أنا شخت، ادخل على الجارية بتاعتي هاجر. فبالغلط دخل على هاجر لأنه من الرب ما قالهمش، ما أمرهوش إنه ياخد نسل، يطلع نسل من هاجر. فكانت النتيجة إنه جاب إسماعيل، جاب إسماعيل، لكن الرب قال له مش معقول ابن الجارية يورث مع ابن الحرة. لا يا إبراهيم أنت اتصرفت غلط، أنت اتصرفت غلط، ولكن لأنه هو ابنك أنا برضو هباركه، بس مش البركة بتاعت إسحاق. انتظر يا إسحاق يا إبراهيم، وانتظر إبراهيم لغاية لما كان عمره 100 سنة. الرجل ممكن يخلف 100 سنة، ممكن الرجل، لكن الست خلاص جالها سن اليأس زي ما بيقولوا، وما فيش عندها البويضة اللي ممكن مش ممكن تقدر تتكسر وتكون فيها جنين، مش ممكن، مش ممكن، ده مستحيل. لكن آمن إبراهيم بالله، آمن إبراهيم بالله وحسب له إيمانه برا. في آية حلوة، في آية حلوة أحب أقراها، تفضلي في الحتة دي يعني. في رومية 4 وعدد 22 بيقول وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. بيتكلم عن إبراهيم، هقراها الآية مرة تانية. في رومية 4:22 بيقول وتيقن، اتيقن تأكد، تيقن أن ما وعد به هو قادر. الله اللي وعدني هو قادر حبيبي، الله اللي وعدني هو قادر. كل واحد فينا يحط الوعد ده قدامه يقول الله اللي وعدني هو قادر أن يفعله أيضا، هو يقدر يعمله، هو يقدر يعمله. الله وعدني إن ابني اللي في القرى البعيدة هو يقدر أمين يا رب يرجعه، بنتي اللي في القرى البعيدة هو يقدر يرجعها، جوزي اللي ماشي في طريق غلط، ماشي في أي خمرة، في أي حاجة أنا معرفش إيه، كل أخت مؤمنة فينا تقول الله قادر، أنا عندي يقين، عندي إيمان، الله قادر. إخواتي، أولادي، أحفادي، مهما كانت القضية اللي أنت بتمر فيها أنا معرفش هي إيه، لكن تيقن إن الله قادر أن يفعله. إلهنا قادر، إلهنا قادر، إله القدير اللي قال في العهد القديم أنا الإله القدير، أنا الله القدير، سر أمامي، سر أمامي وكن كاملا. حط كل مشكلتك النهاردة، حط كل همك النهاردة، إن كان مشكلتك الورق، إن كان مشكلتك صحة مرض، مش مشكلة الخطية مع أولادنا وأحفادنا، إن كان مشكلتك بتعاني من مرض، هو قادر، هو قادر إن هو يشفي، قادر في مشكلة شغل يديني عمل. إلهنا قدير، إلهنا قدير، إلهنا قادر أن يفعله. هنكمل بعد ما نسمع ترنيمة جميلة، هنرجع تاني نكمل موضوع المحبة ونشوف الرب عايز يقول لنا ايه. بحبك يا يسوع بجنون، قلبك
أنا بعشقه يا حنون، مقصور أنا يا حبيب الروح، قلبي معاه خلاص مرهون. بحبك يا صعب جنون، قلبك أنا بعشقه يا حنون، مقصور فيك يا حبيب الروح، قلبي معاك خلاص مرهون. إيماني باسمك بيزيد، روحي شايفة فجر جديد، أرضي المسلوبة بتعود، بتعوضني في ظلمة وعيد. إيماني باسمك بيزيد، روحي شايفة فجر جديد، أرضي المسلوبة بتعود، بتعوضني في ظلمة وعيد. بحبك يا صعب جنون، قلبك أنا بعشقه يا حنون، مقصور بك يا حبيب الروح، قلبي معاك خلاص مرهون. بحبك يا صعب جنون، قلبك أنا بعشقه يا حنون، مقصور بك يا حبيب الروح، قلبي معاك خلاص مرهون. بحبك يا حبيب، همسك فيك ولا يمكن اسيب، باركني بلمسة تغيير، بحبك يا مشير يا عليم. اه يا بخت بحبك يا حبيب، همسك فيك ولا يمكن اسيب، باركني بلمسة تغيير، بحبك يا مشير يا عجيب. بحبك يا صعب جنون، قلبك أنا بعشقه يا حنون، مقصور بك يا حبيب الروح، قلبي معاك خلاص مرهون. بحبك يا صعب جنون، قلبك أنا بعشقه يا حنون، مقصور بك يا حبيب الروح، قلبي معاك خلاص مرهون. رحمة وجود وخير وسلام، على بيتي رافع أعلام، دمك كان تمن الأفراح، خطواتي دايما قدام. رحمة وجود وخير وسلام، على بيتي رافع أعلام، دمك كان تمن الأفراح، خطواتي دايما قدام. بحبك يا صعب جنون، قلبك أنا بعشقه يا حنون، مقصور بك يا حبيب الروح، قلبي معاك خلاص مرهون. بحبك يا صعب جنون، قلبك أنا بعشقه يا حنون، مقصور بك يا حبيب الروح، قلبي معاك خلاص مرهون. عدنا ليكم بعد الترنيمة الجميلة بحبك يا يسوع بجنون، لأنك فعلا تستاهل كل محبة، فعلا تستاهل كل محبة، لأن كل أيامنا تشهد. أنا قربت 70 سنة، حياتي في 70 سنة بتشهد عن عمل الله في حياتي، عمل عجيب جدا، شفاني من السرطان، أقامي من الموت، أنقذني من الخطية، أعطاني حياة جديدة، باركني بزوجة وأطفال وأولاد، أشكر الله لأجل أولادي
رجال ملك للرب الآن في اسم الرب يسوع. على فكرة عايز أكمل الحتة اللي أنت كنت بتقوليها أنه الرب نصلي بإيمان وبثقة لأن الله بيحبنا ويريد أن يخلصنا ويخلص أولادنا. أمين. بيقول كده آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. دي مهمة جدا. تخلص أنت وأهل بيتك. تخلصي أنت وأهل بيتك. ده وعد الرب. اطلب الرب أن الرب يخلص أولادك ويخلص زوجك. اطلب أنت أن الرب يخلص مراتك ويخلص أولادك وأحفادك ويدي لك بركة في بيتك. لأن ده غرض الرب أنه يباركنا. غرض الرب مش أن احنا نعيش في عذاب. لكن غرض الرب أن نعيش في أفراح. لأن محبة الرب من ثمار الروح القدس محبة فرح سلام حتى في وسط الضيقات في وسط الانزعاجات. يبقى في حروب لكن في محبة. في حروب لكن في فرح. في حروب لكن عندنا سلام. هنتكلم في الموضوع ده بعدين لما نخلص موضوع المحبة. نخش بعد كده في الفرح وإيه أنواع الفرح. ما الفرح أنواع برضه. وهنخش كمان في السلام أنواع السلام. لكن احنا هنخش دلوقتي في الكتاب المقدس بيقول لنا ايه عن المحبة. بيقول لك ايه وبيكلمك ايه عن المحبة. الله هو المحبة. فعشان كده بنتكلم في رسالة العبرانيين الأصحاح 13 الرسالة الأولى لأهل كورنثوس أصحاح 13 بيتكلم كده. إن كان لينا قوات نعمل معجزات لكن ما عنديش محبة. في ناس بيحاولوا يعملوا معجزات عشان يثبتوا نفسهم. أنا مين؟ أنا هذا قوي. لكن ما عنديش محبة فمش مشكلة ولا تنتفع شيئا. إن كان لك قوة إنك تنقل الجبال. إيمان ينقل الجبال. ولكن ليس لك محبة فلن تنتفع شيئا. لكن ايه هي المحبة اللي الرب عايزها مننا؟ وبعد كده عايز اقول لك حاجة مهمة قوي. ان الرب قبل ما يدينا على لسان بولس الرسول وكتابات الرسول بولس هو كان عايشها. الرب يسوع كان عايشها. عاش المحبة الحقيقية لانه هو المحبة المتجسدة المتجسمة في وسطنا. بيتكلم كده بيقول ايه؟ المحبة تتأنى وترفق. المحبة تتأنى وترفق. المحبة تتأنى وترفق. بيتكلم كده ان هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. ولما بيلاقي خروف ضعيف حمل ضعيف بالرب بيعمل ايه فيه؟ مش قادر يمشي بيحمله على منكبيه. يحمله على منكبيه على كتفيه بيشيله. عمل كده الرب لما بيشوفني انا تايه وضايع ومش قادر اكمل المسيره بيقول لي حبيبي معلش اقف كمل. بيحملني على كتفيه وبيمشي بيا وعلى صخره يقيم ويثبت رجلي. لما الخروف ضاع من المئة خروف ما قالش مش مشكلة أنا عندي 99. عملي حط 99 في الحظيرة وقفل عليهم وراح يدور على الخروف الضال. تتأنى وترفق. تترفق. بتدور تبحث عن الخروف الضال. هل احنا بندور على الخرفان الضاله حوالينا؟ هل لما بنشوف واحد من اخواتنا بيسقط بيقول احسن خليه؟ ولا بنحاول نقول له معلش تشدد بالرب وبشده قوته معلش احنا واقفين جنبك احنا واقفين جنبك. تتأنى وترفق. مش لا تستاهل الموت. انت ملعون. انت اتنزعت منك البركه. ونبتدي نتكلم كلام سلبي. لا نحاول نشدده. في ناس بتيجي بكلمات التشجيع
وفي ناس بتيجي بكلمات التهديد، لكن جرب التشجيع. الرب بيشجع، بيشجعنا الرب، الرب بيشجعنا في العهد الجديد كله تشجيع، الرب بيشجعنا مش كده؟ بالظبط. شجع إبراهيم لما إبراهيم هرب لمصر والرب ما لهوش روح مصر وكانت تتاخد منه سارة، وقف معاه ضد الفرعون، ضد فرعون. مش المرة دي بس، ده مرة تانية كمان وقع وكان ملك من الملوك كان هياخد مراته منه للمرة التانية، أزعجه. الرب بيترفق بأولاده وبناته، احنا لازم نترفق. تتأنى، اتأنى عليه، اصبر عليه. اتأنى يعني اصبر عليه، اصبري عليه. ده لسه جديد، لسه بيبي، هي لسه بيبي في الإيمان، لسه ما نمتش. اقف جنبه لغاية لما يثبت وينمو في الإيمان، مهم جدا. الجزء اللي بعد كده، المحبة لا تحسد، مش الحسد اللي بمفهوم العالم. هنا لا تحسد ان انا منظرش لحاجة الغير واتمناها لنفسي، ودي الخطية دي موجودة قوي، كتيرة قوي قوي اليومين دول، واغراءات كتيرة. بنشوف مثلا صاحبتي ماسكة تليفون مثلا نوعه فخم شوية، أتمنى أن يكون ده معايا. العربية بتاعت صاحبتي، أتمنى تكون أنا أسوق العربية دي. أتمنى البيت الكبير ده لو دخلت. لا تحسد، يعني لا أتمنى أن أنا أخد حاجة الغير ليا. دلوقتي بنقول الحسد اللي هو يحسدوني، لكن مش كان المعنى المقصود من الحسد أن أنا لا أتمنى أن حاجة الغير، أن أنا أخد حاجة الغير ليا، بل بالعكس أحاول أساعده، أقف جنبه، أزود خيره، أزود له البركات، أقف جنبه، أقف جنبها. مش عايز أخد أسلبه وأسلبه وأسلبها علشان أنا أحصد وأنا أخد اللي أنا عايزاه أو اللي أنا عايزه. لا، أنا أباركه في القليل اللي عنده علشان يبقى كتير، وأباركه وأقف جنبه، أقف جنبها. ساعات كتيرة بنحس إن أنا بتمنى حاجة الغير دي في قلبي، مش بقولها بصوت عالي أنا غيرانة من فلانة، ده بيتها حلوة قوي قوي وأنا لسه ما عنديش بيت، وأتمنى لو يكون عندي البيت ده. إحنا مش بنعلنها بصوت عالي، لكن الله يعرف القلب، الله عارف أفكار القلب ونياته. ربنا يساعدنا إن إحنا ما نعملش، لأن دي خطية. لكن لو في قلبي محبة وانسكبت بالروح القدس، ما بصش لحاجة الغير ولا أحسد حاجة الغير ولا أتمنى إن حاجة الغير دي تكون عندي، لكن أشكر ربنا على الحاجات اللي عندي. الله عطينا بركات كتيرة قوي قوي، إذا كنا بنحكي على الحاجات المادية، الله عطينا بيمتعنا بحاجات كتيرة قوي، غيرنا ما عندوش الحاجات دي. فنشكر ربنا على اللي عندنا وما نبصش لفوق ونتمنى كل حاجة. فالمحبة لا تحسد. اللي بعد كده، المحبة لا تتفاخر، لا تتفاخر ولا تنتفخ. لو عندي لو فكرنا في بركات الأرضية الزمنية، لو عندي ما افتخرش على غيري، ما تكبرش على غيري. أنا عندي وعندي وعندي، هم عندهم إيه؟ إيه اللي عندهم؟ ما افتخرش. لو عندي بركات روحية والله عطيني بركات روحية، والله عطيني مواهب، والله عطيني إن أنا أقدر أقف وأتكلم في وسط المجموعة، أو أقدر أحفظ آيات كتيرة أو درس كتاب كويس قوي عن المجموعة، أو عندي موهبة وعظ، ما افتخرش عن لأن الحاجة دي بالظبط، لأن البركات دي والموهبة دي من الله مش مني، أنا ما عملتش أي حاجة، الله اللي أعطاني. من يفتخر فليفتخر بالرب. فعلا، لا أتفاخر، ما افتخرش على المجموعة. أنا اللي فيهم، أنا اللي بفهم فيهم، أنا اللي بعرف أوعظ فيهم، أنا اللي بعرف أتكلم فيهم، أنا. المحبة لا تتفاخر. بطرس كان كده، بطرس كان دايما بيتفاخر، أنا الأول، أنا الأول، والأول بطرس. وكانت النتيجة إن بطرس سقط في الامتحان لما الرب قال له قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فعلا حصل،
لأنه تفق بيقول كده الكتاب: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. ربنا يحفظنا من الكبرياء والتفاخر. أنا مين أو أنت مين؟ شوف شوف ده، أو أبص للناس من تحت لفوق. ليه؟ ليه؟ إحنا كلنا أولاد تسعة زي ما بيقول مثلا. ربنا بيديلك، هو اللي بيديلك مش أنت. وممكن الحاجة اللي في إيدك تتاخد منك في 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 غمضة عين. تتاخد منك، كله يتاخد منك. فاكر أيوب؟ كان يمتلك أمور كتير جدا جدا، وفي لحظة اتاخد منه كل شيء، حتى أولاده اتاخدوا منه، حتى صحته اتاخدت منه. صحيح ربنا رجع له بعد كده 7 أضعاف، لكن في لحظة من اللحظات. وما كانش كبرياء على فكرة، هو ما كانش متكبر، لكن اللي أنا عايز أقوله أنه ممكن الثروات. أنت فاكرة في بورسعيد الناس كانوا البنبوطية والناس اللي كانوا بيشغلوا في البحر كانوا مليونيرات، كانوا بيعملوا فلوس كتير جدا. لكن في لحظة لما اتقفلت قناة السويس ناس كتير انتحروا، لأنه فقدوا كل شيء. انتحروا ماتوا. فلا تنتفخ ولا تتفاخر ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها. لا تقبح. بص 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 لابسه ايه. بص 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 دي 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 شوف دي فقيره، دي فقيره. شوف شوف منظرها قذر جدا. بص هو ايه لابس ايه. شوف القميص المكسر بتاعه. بص شايف ايه البدله، بدله قديمه كحيانه. بنقبح ليه؟ ليه لينا هذه النظره التي تقبح تصرفاته؟ بص بص بتصرف ازاي، بص بتكلم ازاي، بص. ودايما صوابعنا، الصباع ده بالذات دايما بيشاور على الاخرين، وبننسى ان في 3-4 صوابع تانيه بتشاور علينا. اذا انت بتشاور على حد بصباع ففي 3 بيشاوروا عليك، او 4 بيشاوروا عليك او عليكي. فالرب يسوع يساعدنا ان احنا لا نقبح ولا نطلب ما لانفسنا، لكن نطلب ما للاخرين. نطلب ما للاخرين، الرب عايزنا نطلب. ولا تظن السوء. لا تحتد. ولا تحتد. ما يتنرفزش بسرعة. أنا قلت لك كم مرة أقول لك أنت مش عارف إيه، ونزعق في أولادنا، نحتد على أولادنا، نحتد على أزواجنا، نحتد على زوجاتنا، نحتد عليهم ونغضب. وفي الغضب ممكن نخطأ بالكلام، ممكن نغلط بالكلام. ناس في الغضب بتاعهم بيشتموا ربنا، بيشتموا ربنا. لو ربنا ما ادانيش ده الامر ده لانه هو وعدني بيه، يبقى مش ربنا، يبقى انا بعبد الشيطان، يبقى انا مش عارف ايه. في الغضب بننسى نفسنا وبنتكلم كلام لا يليق. لا نظن السوء، دي مشكلة بين المؤمنين، ظن السوء. ليه بيساعدني؟ ليه بتساعدني هي؟ طب ليه تصرفت التصرف ده؟ علشان ايه التصرف ده اللي عملته؟ التصرف ده مش مظبوط، هي عملته ضدي لان هي بتكرهني او هو بيكرهني. ظن السوء. وممكن يكون عمل شيء. شوف حتى يوسف، حتى يوسف الصديق لما بيتكلم الكتاب ان اخواته سلموه حسدا، بيتكلم بيقول ايه في الاخر؟ انتم قصدتم بي شرا، واما الرب فقصد به خيرا. وما انتقمش منهم، ما انتقمش منهم، لكن كان يوسف سبب بركه. دايما بنسوء الظن. شوف مراتي خرجت وما قالتليش انها خارجه، رايحه فين دي؟ هو بص خرج ما قاليش رايح فين، ما اعرفش هو بيعمل ايه، ما اعرفش هي بتعمل ايه. في ظن سوء. ما تظنيش السوء في جوزك او في مراتك، ما تظنش السوء.
خلي دايما حسن الظن عندك، واطلب من الرب، اطلبي من الرب. اذا كان كنت عارفه متاكده ان جوزك ماشي غلط او مراتك ماشي غلط، لا تنتقد، لكن صلي لاجلها، صلي لاجله. المحبه لا تظن السوء، لا تظن السوء. حاجه تاني اتكلم، ولا تفرح بالإثم. المحبه لا تفرح بالاثم، بل تفرح بالحق. ما افرحش لما حد بيعمل خطيه، حد يقع في الخطيه، ما انتقدهوش، لكن احاول ارجعه. لا تفرح بالاثم. بلادنا ماشيه في طريق غلط، ما بفرحش خلي بلادنا تقع في ايد الاجانب، خلي المستعمرين ياخدوها، خليها تتدمر، ان شاء الله ينزل عليها انابل. لا انا بحب بلدي، بصلي لاجل بلدي سواء مصر او امريكا، بصلي ان الرب يعدل المسار ويخلي بلادنا تمشي في طريق الحق، مش في طريق الباطل، مش في طريق الاثم. لكن اصلي لاجل بلدي لاني بحب بلدي، دي بلدي، اصلي لاجل بلدي، اصلي لاجل اخواتي. ما افرحش ان هم ابني واقع في الخطيه وافرح بيه، يلا ان شاء الله اتوبيس يهده ولا قطر يدوسه، لا، ربنا يهديه. انتوا عارفين ممكن نصلي لاجل قاده داعش يقبلوا الرب يسوع، وحصلت، سته من قاده بتوع داعش قبلوا الرب يسوع وتغيروا، لان الكنيسه بتصلي لاجل داعش، مش ينتقم من داعش، مش يخرب بيت داعش، مش يحرقهم بجزكي وجز مش عارف ايه، نو. بنصلي ان ربنا يعرفهم الحق، لان انا كان ممكن في يوم من الايام انا اكون واحد من داعش، بس دي نعمه ربنا ان انا اتولدت في بيت مسيحي، ده من حظي الحلو، انا بشكر ربنا لاجله. كان ممكن اتولد في عيله اسلاميه صعبه جدا جدا واكون متوحش، ربنا بيغير، ربنا غير بولس. ما بولس كان هو قائد داعش في ايامه، كان بيهلك تلاميذ الرب وبيسجن اولاد الرب وتلاميذ الرب، وكان بيقتلهم، وكان عايز يحرق كنايسهم، وكان عايز يخرب الدنيا، لكن الرب جابه، الرب جابه. داعش كان داعش، بولس الرسول، وخلاه يموت لاجل خاطر الرب. اتالم، سأريك كم ينبغي أن يتألم لأجل اسمي، اتألم كتير، سجن كم مرة، واتضرب كم مرة، 5 مرات اتضرب، 39 جلدة إلا 40 جلدة إلا واحدة، 39 جلدة، 5 مرات عشان خاطر الرب يسوع. وده يجيبنا للآية الثانية، المحبة تحتمل كل شيء. أوه مان. يس. المحبة تحتمل كل شيء. لو في قلبنا محبة، ومحبة للرب أولاً، تحب الرب إلهك من كل قلبك، هنقدر نتحمل أي ظروف وأي مصاعب. ودي اللي بنشوفها واضحة جداً للناس اللي بتتحرق بيوتها، بتتحرق كنايسها، بيفقدوا شبابهم، بيموتوا أولادهم، وبيتحملوا عشان خاطر اسم المسيح. بيمر بظروف صعبة جداً ما يقدرش الإنسان العادي يتحملها، لكن بيتحملهم بفرح عشان خاطر اسم المسيح. وده اللي حصل، الرب يسوع اتحمل لأجلنا، لأجل محبته العظيمة لنا، اتحمل ألام كل الصليب. الآلام، ألام الصليب، حتى الموت، موت الصليب، أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في الهيئة كإنسان، أطاع حتى الموت، أطاع الآب حتى الموت، موت الصليب، لأنه بيحبنا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الرب يسوع بيحبك. وتصدق كل شيء، دي مهمة قوي. الوقت انتهى ولا فاضل 3 دقايق؟ وتصدق كل شيء، المحبة تصدق كل شيء،
وترجو كل شيء. أرجو كل الخير. المحبة بتخليني أرجو كل الخير في الشخص اللي قدامي، حتى لو ما فيش أمل. أصلي إن الرب، أرجو يا رب أنك تشتغل في قلب الأخ فلان أو الأخ. إحنا ما كانش فينا الرجاء على فكرة، والمسيح مات علشاننا، وأغلب الناس اللي عاش في وسطهم وصنع المعجزات معاهم صبر عليهم ومات لأجلهم، بس هم قالوا خذ هذا واصلبه واطلق لنا براباس. وتصبر على كل شيء. المحبة تصبر على كل شيء. لو في وسطينا ناس لسه معرفوش الرب، نصبر عليهم ونصلي من أجلهم. ما أقولش ليه كام سنة في الكنيسة، ليه كام سنة في جماعة المؤمنين ولسه بعيد عن الرب، ولسه بتحضر في وسطينا ومعرفتش الرب كام سنة وبتسمع كتير. المحبة تصبر على كل شيء، تصبر على كل شيء. وفي يوم من الأيام الرب هيجيب أولادنا، في يوم من الأيام الرب هيتعامل مع أصدقائنا، يتعامل مع الناس اللي بعاد عنه. المحبة لا تسقط أبدا حبيبي، لك المحبة لا تسقط أبدا. يس يس. المحبة هي الله، الله الله محبة. نصلي ونطلب النهاردة، صح الوقت داهمنا والوقت قرب بيخلص، لكن اللي احنا عايزين نتعلمه ان الله هو مصدر المحبة. لو ما فيش في قلبي محبة اصرخ واطلب واقول له يا رب ساعدني احب. امين يا رب، ساعدني احب، املأ قلبي بمحبة. لما تملأ قلبي بالمحبة هقدر اصبر، لا احسد، لا اظن السوء، اصدق على كل شيء، احتمل كل شيء، احتمل معيرية، احتمل اللي بيعذبوني، احتمل اللي بيضايقوني، اصدق اللي يقول لي حاجه. كل الحاجات دي لما يتملى قلبي بالمحبه. والرب يسوع بيصبر علينا وصابر علينا وهيصبر علينا لانه بيحبنا وعنده رجاء فينا. الله لا يفقد الامل فينا ابدا ابدا ابدا. والوقت اللي خلاص بيفقد الامل فينا بياخد الانسان بيشيله من الأرض. خلاص أنا انتظرت 3 سنين ومنتظر يجيب سمر أو تجيب سمر، وما جابتش سمر، ما جابش سمر. بعد ما نقبت حولها وضعت زبلا علشان تنمو، حطيتها في وسط مؤمنين، حطيته في وسط مؤمنين، هو رافض. خلاص اقطعها لكي لا تبطل الأرض. مش عايز أسمع الكلام ده الحقيقة عليك أو علي أو عليكي أو علينا، لكن الرب بيصبر علينا لأنه بيحبنا وبيقولك تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، لأن أنا بحبكم، أنا عايز أريحكم. محبة أبدية أحببتكم، لذلك أدمت لكم الرحمة. تعال للرب، تعالي للرب، أسقب قلبك، اسكبي قلبك، قولي له يا رب يسوع أنا أقبلك النهاردة في قلبي، أقبلك النهاردة في حياتي، تعال غيرني يا رب، أدخل في قلبي، كن أنت صخرتي ووليي، اغسلني بدمك الكريم، طهرني من خطاياي في اسم الرب يسوع. أشكرك يا قدوس إسرائيل، يا إله المجد، وعظم اسمك في اسم المسيح، أمين. في الختام أنا بشكركم جدا أعزائي المشاهدين، وأشكر الأخت أليس، شكرا، ونشكر الرب على الفترة دي. والمرة الجاية بنعمة الرب هنتكلم عن الفرح. بنعمة الرب هيكون موضوعنا القادم من ثمار الروح القدس، هنتكلم عن الفرح. ليه الفرح منزوع مننا في حين أن الرب قال افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضاً افرحوا. بولس الرسول في وسط الضيقات كان بيفرح. ليه الفرح منزوع من قلوبنا؟ عايزين نفرح بالرب. هنشوف الفرح بنعمة الرب في الأسبوع القادم. إلى أن نلقاكم، الرب معكم، سلام. في كتير طرق وسط الحياة